نعم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرد السلام بالاشاره وهو في الصلاه، هل هذا منسوخ بحديث او آية؟ لم يكن منسوخ. المصلي يرد السلام بالاشاره، اذا سلم عليك عندما تصلي ترده بالاشاره، هكذا بيدك لانك صابر او براسك لا باس. النبي كان يرد عليه بالاشاره، يقول هكذا بيدك عليه الصلاه والسلام، يقول صلاه السلام وضعها الى الارض والله الى السماء، كان يصلي اشاره الى رد السلام عليه الصلاه والسلام. نعم. يقال لو فتح الباب وهو يصلي، هل هذا صحيح؟ نعم نعم. يشيل الحاجه قليلا لا باس. نعم. هل يجوز للانسان ان يقول في الحلف وذمتي الساعه 7 الى 5؟ نعم. هل يجوز؟ نعم. 7 الى 5. نعم.